يقدم لكم هذا البرنامج برعاية ميديليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، إنما كنتم أهلا وسهلا بكم إلى الموعد الرياضي، والبداية ستكون بأخبار الكان لكن بعد الفاصل. حقق منتخب بوركينا فاسو فوزا مثيرا على حساب موريتانيا في المباراة التي جمعت المنتخبين أمسية أمس في مدينة بواكي الإيفوارية برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة. يعتلي منتخب البوركينا بي صدارة المجموعة بثلاث نقاط متقدما على أنغولا والجزائر الوصفين بنقطة واحدة. بعد تضييع الفوز أمام أنغولا قيل إن التدارك لا زال متاحا وأن المنتخب الجزائري لم يضيع بعد فرصة تصدر المجموعة الرابعة، لكن هدف بوركينا فاسو في الوقت بدل الضائع أمام موريتانيا رفع الضغط على بلماضي ولاعبيه، وأصبح الفوز على كتيبة إيبرفيلود في الجولة الثانية أكثر إلزامية من ذي قبل. وحتى إذا كانت حظوظ الخضر في التأهل قائمة حتى في حال الخسارة أمام بوركينا فاسو، فإن تحقيق الفوز في آخر جولة أمام موريتانيا ليس مضمونا، ما يعني أن البطاقة الثالثة أيضا تحت التهديد. زملاء الهداف بغداد بنجاح يدركون أن الضغط سلاح له حتان، لذلك يسعون لتعديل الأوضاع قبل تأزمها. لن يكون ذلك طبعا إلا بكبح جماح الخيول البوركينابية وتحقيق فوز يضمن لهم التأهل إلى ثمن النهائي والتركيز بعدها على اعتلاء صدارة المجموعة. وإن كان الحديث عن تغييرات قد تطرأ على التشكيلة المعنية بالمباراة المقبلة سابقا لأوانه، فإن بعض المؤشرات تفيد بذلك، لعل أبرزها عودة محمد أمين عمورة بعد استنفاد العقوبة والأداء المخيب لبعض اللاعبين الذين شاركوا أساسيين أمام أنغولا، بالإضافة إلى بروز من عوضوهم في المباراة ذاتها. وبين شوط نموذجي جانب فيه المنتخب الجزائري الفوز بنتيجة عريضة، وشوط متوسط كادت فيه أن تكون التكلفة باهظة، تتأرجح حظوظ الخضر بين روح كان مصر 2019 وخيبة كان الكاميرون في 2021. خاض المنتخب الجزائري حصة تدريبية على ملعب الثانوية الكلاسيكية استعدادا لموقعته السبت المقبل أمام متصدر مجموعة منتخب بوركينا فاسو الفائز على موريتانيا في الجولة الأولى. وعرفت الحصة التدريبية للخضر مشاركة جميع اللاعبين بمعنويات مرتفعة لأجل التدارك أمام الخيول البوركينابية في قمة الجولة الثانية على ملعب السلام بمدينة بواكي. عرفت إذن مواجهات الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا عدة مفاجآت بتعادل أكبر المنتخبات على غرار الجزائر نيجيريا ومصر، فيما انهزم منتخب غانا أمام جزر الرأس الأخضر، وهو ما يؤكد شدة الصراع وصعوبة النسخة الحالية التي تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات.
قبل انطلاق منافسة كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، اصطفت المنتخبات المشاركة في البطولة على خط واحد. تغير الجغرافيا الكروية وأوراق الطريق لاتحاداتها جعل المفاجآت حاضرة بقوة، فحتى بعض الترشيحات جانبت التوقعات في أولى مباريات الدور الأول، والاستثناء كان البلد المضيف والسنغال بطل الطبعة الماضية. عانت مصر أمام موزمبيق وبشق الأنفس خرجت بنقطة واحدة من اللقاء. منتخب جزر الرأس الأخضر انتفض وفاز على غانا بهدفين دون رد. ولم يستثمر المنتخب الكاميروني في النقص العددي لغينيا، وفشل هو الآخر في تحقيق الفوز مكتفيا بنقطة واحدة بعدما اهتزت شباك كل طرف لمرة واحدة. تعادل غينيا الاستوائية أمام نيجيريا في أولى مباريات الفريقين كان إنذاراً لمختلف المدربين بضرورة إعادة الحسابات والتخلي عن الغرور. في بورصة التوقعات أسهم فوز الجزائر على أنغولا كانت مرتفعة، إلا أن الغزلان السوداء خطفت نقطة ثمينة في آخر المطاف من أمام المتوج بنسخة 2019. لم تنتظر الماما أفريكا طويلاً لتكشف عن خباياها، التقاليد والأعراف قد تسقط في بعض المناسبات في انتظار ما ستسفر عنه صدامات الأيام القادمة. تعرض منتخب تونس لخسارة مفاجئة أمام نظيره الناميبي بنتيجة هدف دون رد خلال المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب أمادو جون كوليبالي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة للبطولة الإفريقية، ويعد هذا الفوز هو الأول لمنتخب ناميبيا في تاريخه بأمم إفريقيا بعد 3 مشاركات في البطولة. وبهذه النتيجة يحقق المنتخب الناميبي أول 3 نقاط في المجموعة الخامسة قبل مباراة مالي ضد جنوب إفريقيا من نفس المجموعة. عبرت الجماهير التونسية عن أسفها لهزيمة نسور قرطاج في افتتاح مبارياتها في الكان أمام ناميبيا. الجماهير التونسية التي لم تتمكن من التنقل إلى مدينة كوروغو تابعت اللقاء عبر الشاشات وصنعت أجواء مميزة في أبيجون، لكن خيبة أملها كانت كبيرة بعد هزيمة زملاء يوسف المساكني بهدف دون رد أمام منتخب كان يبدو في المتناول. الجماهير التونسية ورغم الهزيمة أبدت تفاؤلها بقدرة نسور قرطاج على العودة من بعيد والذهاب إلى بعد دور ممكن في العرس الإفريقي. حبينا نكونوا في كوروغو باش نساندوا المنتخب التونسي سور بلاس، من فيو اللي هو جاي في وسط الاسبوع يعني ما تمكنش التوانسه باش يكونوا موجودين في كوروغو، قلنا نعملوا لما لدي طايح شويه، مي الله غالب تونسي ونحبوا تونس وباش نكملوا نشجعها. ان شاء الله نسافروا كوروغو نهار السبت، مازالوا عندنا زوز ماتشوات وربي يسهل. منتخب التونسي ما اظهرش الاداء الحقيقي نتاعو، كان ينجم يكون افضل من هكا. الحقيقه وجعنا وكنا نتمناو انه الماتش هذايا بالذات نربحوه كبدايه نتاع الكان. الاهداف في الشوط الاول كان ممتاز، نقول كنا فما امكانيه باش نسجلوا هدف. الشوط الثاني بدا فما شويه تراخي ممكن من الارهاق، سبب الارهاق وسبب العوامل الحراره وكل بدايه متعثره، ما باقي باش نقعدوا ورا الفريق نتاعنا وباش نتبعوه ان شاء الله الكوغوغو، ملتقانا ان شاء الله في كوغوغو وين الجماهير التونسيه باش تتنقل وباش تكون حاضره بقوه ان شاء الله باش تساند الفريق، وان شاء الله زينه تونس عودتنا ديما في الاخر تسلك ان شاء الله. حسره كبيره وان شاء الله يعوضوها لنا في ماتش مالي، واحنا باش نتحولوا لكوغوغو باش نشجعوا الفريق الوطني باش نحاولوا ندزوا معاهم الماكسيموم، وان شاء الله مربوحه في المقابله الجايه. Thank you.
نختم أخبارنا الرياضية مشاهدينا الكرام بالمنتخب الجزائري لكرة اليد الذي حقق فوزا ثمينا في أول مواجهة له في كأس أمم أفريقيا الجارية وقعها بمصر بعد فوزه على منتخب الغابوني ب 31 ل 27 ضمن الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا المنتخب المغربي والليبي. هذا وانتهى الشوط الأول بنتيجة 16 ل 12 لمصلحة المنتخب الجزائري، وتحصل لاعب صدوق على رجل المباراة. المباراة المقبلة للمنتخب الجزائري ستكون يوم السبت المقبل أمام المنتخب الليبي. نهاية الموعد الرياضي، إلى اللقاء مشاهدينا الكرام. قدم لكم هذا البرنامج برعاية ميليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل.